السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نديروا واحد الكيكة، واحد الكيكة غزالة غزالة لذيذة وهشيشة، وكلها إفادة، كلها مفيدة وزوينة بزاف. كنتمنى وديروها وتجربوها وتردوا عليا الخبر، عرفتي راها رائعة وتعجب الوليدات ديالكم وتعجب حتى الضيوف. يعني المقادير ديالها سهلة وموجودة. نحتاجو المقادير: النخالة، عندي كاس ديال النخالة محمر، و200 غرام ديال اللوز بقشور ومطحون، وعلبة ديال البسكوي، بسكوي صابلي كوكو مطحون. عندي 4 البيضات كاملين كبار، كاس ديال الزيت، الزيت نعبرو بكاس ديال العنبة، نص كاس ديال السميدة، يمكن لكم ديرو كاس، انا كنقص دائما الحلوة حلاوة، كاس ديال الحليب دائما بالعبار ديال كاس ديال العنبة، وعندي شي شويه ديال القرقاع مهرس، وشويه ديال الزرار عند الخبز، يعني زريعه الكتان، زريعه البافو، زريعه القرعه اللي عندكم. عندي 2 خمارات من فئه 8 غرام، وجوج ديال الفاني، وعندي طريقه ديال الملح ضروري. هاد الكيكه ما فيهاش نهائيا الدقيق، ما فيهاش الفورس. هاد القرقاع مهرس والزريعه ديال يعني اللي كنديرو في الخبز، فيها الخرطال، البافو، زريعة ديال نوار الشمش، يعني اي زريعة عندكم يمكن لكم ديروها، ولا ما عندكمش كاع يمكن لكم تستغناو عليها، يمكن لكم ديروا غير القرقاع. اول حاجة كنديروا داك 4 البيضات في واحد الاناء، يعني البيض والصفر، وغادي نزيد عليهم طريقة ديال الملحة، وغادي نخلطهم حتى يولي عندي الخليط يعني مرغوي وجاي البيوضة. خلطهم مزيان، حيت هي الكيكه اللي بغيتوها تجيكم مزيانه، دائما البيض ندربوه مزيان هو والسنيده، ما كتبقاش السنيده تبان، يعني كتذوب، والبيض كذلك كيرغو وكيطلع. هذيك هي الكيكه، يعني عرفوها تجيكم طالعه وزوينه. غادي نستمر دابا في التخلاط ديال البيض حتى يطلع لي هكا يرغوي شويه، وعاد نضيف عليه ديك السنيده. انا درت كيف قلت لكم نص كاس ديال السنيده، حيت ناقصه انا الحلاوه. نتوما اللي بغيتو ديروا كاس ديروه، ولكن حيت البسكوي حلو، اللوز كذلك راه حلو، كتعرفوا النخاله هي حلوه، يعني نص كاس كيجي هو هذاك، وعاد كنغطيها من الفوق بالشكلاط، يعني بلا ما تحتاجوا تحليوها بزاف. انا درت دابا السنيده، وغادي نبقى نخلط حتى يبيض لي الخليط ونحس بديك السنيده ذابت. شفتوا الخليط كيف كيولي؟ دابا من هاد الخليط هكا لا ولا لكم بحال هكا، عرفوا الكيكه راه غادي تجيكم زوينه كيف ما كانت الكيكه ديال اي حاجه، يعني ديال الفورس ولا ديال النخاله ولا ديال اي نوع، يعني خاص البيض ضروري يطلع بحال هكا. دابا كنضيف داك الكاس ديال الزيت، يعني 150 ملي، وغنضيف كاس كذلك كاس د الحليب نفس العبار، يعني هو ما تقولوش لي الكاس كبير ولا صغير، يعني الكاس اللي عبرتو به اي حاجه بدا يتعبروا به اي كلشي المقادير، سواء كان كبير الكاس او صغير، يعني نفس المقادير. درتو كاس كبير غديروا كاس كبير من كل حاجه، يعني المقادير غادي ديروا نفس الكاس تعبروا به والسلام. دابا راه نضفت الفاني، غير خلطو دابا مزيان مزيان الخليط باش تجيكم الكيكه مرغويه وزوينه ومهويه، مهويه عفوا ماشي مرغويه، تجي مهويه وزوينه. وبالاخص دابا مع دايرين فيها غير المسائل اللي هي زوينه، يعني النخاله خفيفه، اللوز، يعني كلشي غيجيكم زوين ان شاء الله. دابا غادي نضيف داك 200 غرام ديال اللوز، يعني نقول الزلافه دي هذه ديال الرابعه ما ناقصه واحد 2 سنتيم. اللوز كننقيوه وكنمسحوه وكنطحنوه بقشوره، كنطحنوهش كاع، نيلوه كنخليوه بحال السميده رقيقه. كنضيف عليه كذلك البسكوي، حتى هو مطحون، بسكوي صابلي، بسكوي شحال ما بغيتو ديرو ديرو، المهم عندكم بواطه كبيره ولا صغيره، ديك ديال درهم ولا ديال 2 دراهم ونص، يعني ديروها ماشي مشكل.
والخلا كتبقى هي الاخرى، يعني هي اللي كنجمع بها الخليط. يعني ما عنديش شي يعني مقياس معين، كنضيف كاس وكنبدا نشوف الى بغيت نزيد نزيد على حسب الخليط ملي كيولي عندي هو هذاك ديال الكيك. غادي نخلط بلا ما نحاول نهبط الخليط باش ما يبقاوليش دوك التكتلات ديال اللوز وديال البسكوي. هاد الكيكه هادي كتجي زوينه بزاف في العشيه مع ديك القهوه، يا سلام كتجي من السما وغزاله. كنضيف دابا النخاله، النخاله كنديروها غير في المقله، كنديوها ونجيبوها كنحمروها، وكنضيف عليها داك الكريفي عاد المقطعين وداك الزرير عاد اللي عندنا ما عندناش بناقص، وندير الخميره جوج الخمارات نغربلهم بطبيعه الحال باش مابقاش من دوك التكتلات ديالهم. صافي وكنخلطو مزيان. بان ليا نزيد النخاله غادي نزيدها، ما بانش ليا غادي نكتفي بداك الكاس وصافي. انا كيظهر لي صافي القياس الكاس هو هذاك، يعني داك الشويه اللي بقى يعني ما غاديش نضيفو. غادي نكون موجده الطاوه ديالي يعني دائريه من الاحسن ولا مربعه اللي بغيتو، مهم ما تكونش ديك النوع اللي هو متقوب من الوسط، يعني كتكون كلها مقاده. دهنا بالزبده ونرشها بالنخاله وندير فيها الخليط ديالي، ندخلها للفران بارد ونشعل عليها ونقص، يعني تكون العافيه ناقصه بزاف يعني مهيله، ونخلي الكيكه ديالي طيب على خاطرها. من بعد كنخرجها كنقيسها بعدا واحد السكين او السفود باش نعرفها واش طابت حتى من الداخل، وكنخرجها. من بعد كنزينوها تزين اللي بغيتو، زين اللي يعني على ذوق كل وحده، من الاحسن كيجي معها الشكلاط دايب، كدوب الشكلاط مع شي شويه الزبده وكتغطيوها به من الفوق، وكديروا اللوز ايفيلي، لوز كونكاسي، الكركاع، اي حاجه بغيتو تزينوا بها لكم الاختيار. انا غادي ندير اللوز ندير عفوا الشكلاط كحل مدوب مع زبيده، ودرت في الجناب اللوز ايفيلي والوسط اللوز مهرس. انتم تشوفوا بعد ما قطعتها شوفوا الداخل ديالها كيف كيجي، رائع رائع. والمذاق خلاص ما نقول لكمش. هذه الضيوف انا ما يمكنش يكون عندي شي ضيف وما نديرهالوش، لان كيحماقوا عليها، يكون شي حد يجي عندي تيقول لي واش درنا الكيكه المعلومه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وطرقكم، وما تنساوش اللايك والاشتراك، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. سمحوا لي البنات على التصوير، كنت كنصور غير بالتليفون ايد وحده.